إلى جانب المعارك والضربات الجوية واتساع دائرة المواجهات العسكرية التي تحصد أرواح العشرات بشكل شبه يومي، خلفت الحرب أيضاً مأساة كبدت المواطن خسائر في كل جوانب حياته المختلفة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكيك بعد زيارة لكل من عدن وصنعاء اتهم تحالف الإنقلاب بعرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بعدما وصف ذلك بالوضع الصادم ودعا الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي. مارك وقبيل مغادرته تحدث عن المخاوف الكبيرة بشأن البيئة التشغيلية التي تعمل فيها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بعد أن أصبح واقع العمل الإنساني يعيش عرقلة ممنهجة وتدهورا يزداد يوما بعد الآخر. التأثير على عمل المنظمات والوكالات الإنسانية بما في ذلك تأخير منح تصاريح الدخول للمعدات واللوازم الأساسية في الموانئ والعوائق التي وصفت بالبيروقراطية التي تؤثر على عمل المنظمات كانت محور الزيارة التي جاءت نتيجة لعرقلة العمل الإنساني بشكل مستمر. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن إنهاء الانقلاب والحرب والعودة إلى المسار السياسي هو الكفيل بوضع حد للأزمة الإنسانية، متهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بتركيز توزيع المساعدات على المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وأن معظم المساعدات المقدمة لتعز تتعرض للنهب من قبل الميليشيا نتيجة إرسالها من صنعاء والحديدة. تتعدد أدوات الحرب وتكثر أسبابها، غير أن نتائجها الكارثية ثابتة لم تتغير، أزمة لا حل لها ومأساة إنسانية تزداد تفاقما يوما تلو الآخر.